اهلا وسهلا سادتي سيداتي اونسي سادتي، حالكم اليوم؟ سارة شرب دوزين الحلوة حتتخلط اليوم يا اختي. شوفوا كومونديت شويه ما دخلت انا، ما قدرتش ما نديرش الفرق. تخلط الله حالك. لا لا نتخلطوا هكاك. انا ندير في الكرسي قاعده. شوفي نعطيك عفسه، نعطيك حاجه، نعطيك حاجه. معليش شوفي نعطيك معسله صح، هذيك تاع رواح وهذيك كيمانا. لا 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 ليش ولا اصبر نعطيك عفسه ما تديرها، دير هكذا. شوف تاعي كيف الدخان تاعك. ما تروليش، انا الرولي، انا الرولي ندير كلش. انت واسي برك طيب. عسلي الفوق، خذي لي هذه تعبتها. لا كان له 15 سنه ملي طيبه وحطها تما. لي غوسيت تاعنا تاع اليوم سيداتي اواني سادتي، قلت لكم والله ما قدرت ما نديرش الفال، معليش راني عيانه وكل شو. وهذا وين كان عندي كونترول عند الميدسا. صافا صافا قولوا الحمد لله الحمد لله، ماشي ماشي كلش بارفي مي الحمد لله. حندير تشارك المسكر وندير واحد البنيون فيريرو. يروحوا يغلقوا، يروحوا يغلقوا الوزين تاعهم، تحديتهم اليوم. راني جبت سيداتي سادتي اللوز تاعي حمصو حمصو. با نزيد شويه باسكو نسحقو ما في البنيون. شحال شريت اللوز؟ شحال ويدي انا في باب الواد عند هذيك الاخرى حنتك كما يحكم صافا يبيع مليح لي بري، لقيتو 190000. هذا المقشر هذا تاع كاليفورنيا الشباب 100 كاليتي، 190000. بيستاشي تفتات غير نشبح بها هكا برك 34000. شويه جوز، جوز ولا نسيت شحال، باش نديرهم هكا من الفوق فوق الفيريرو. صافا يعني شفت حاجه كبيره من الانسان يدير الفال وصاي حطها في الفرش في ذاتي. بالك تقولوا عس معايا وما كاشو اصلا. كاشو كاع انا بقوارا ها هي مقابلاتو ما كان يقولنا بابا نروح نقبلك يا طاجين الحوت انت ما طيب وانا ما ناكلك. هكذا كان راني صح. شوفوا هليلاتي ما شاء الله، الله يبارك خوتكم. شوش يا حسرة بالك تقولوا عس معايا وما كاشو اصلا. كاشو كاع انا بقوارا ها هي مقابلاتو ما كان يقولنا بابا نروح نقبلك يا طاجين الحوت انت ما طيب وانا ما ناكلك. هكذا كان راني صح. شوفوا هليلاتي ما شاء الله، الله يبارك خوتكم. شوش يا حسرة هاو طاب الشارك تاعي. الله الله خليته يبرد قبل ما نديرو في الماء الزهار والسكر ونحطو في سكر غلاسي بات فيه. قلت ندير نكمل ندير كوغاج ان شاء الله يا ربي، نخلط البنيون نديرو دي بول ونرمدو ونديرو العفايس ونخليه ينشف من الغدوة ان شاء الله. شغل هذا بقى نديرو في الكيسات برك، وهذا نحيه من سكر غلاس وكامل باش غدوة يقعد لي شويه تخمال شويه كوالا بالكم الى ان شاء الله. قالوا العيد الانساني يكون عنده شويه وقت لعمرو. هذه هي وبالصحه والهنا، وان شاء الله يلقانا بخير وعلى خير وربي يكتب لنا الحاجات الملاح ان شاء الله.
مؤكدا ومنفكرا حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.